باكر محكمة رب البرية تعرض بها مأساة الزكية، باكر محكمة رب البرية تعرض بها مأساة الزكية. يبدي سؤال المحكمة، جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب جاوب. باكر محكمة رب البرية تعرض بها مأساة الزكية. صوتك صوتك باكر محكمة تعرض بها مأساة الزكية. يبدي سؤال المحكمة، جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب جاوب. باكر محكمة رب البرية تعرض بها مأساة الزكية. باكر محكمة، باكر باكر محكمة، هلا يبدي سؤال المحكمة، جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب جاوب. باكر محكمة رب البرية تعرض بها مأساة الزكية. يبدي سؤال المحكمة، جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب. صوتك صوتك جاوب جاوب. نفخ بالصور إسرافي على اللي يباري بأمره، القيامة قامت الناس كلها عند من حشرة، كلها عند من حشرة. نفخ بالصور إسرافي على اللي الباري بأمره، القيامة قامت والناس كلها عند من حشرة، كلها عند من حشرة. كل من لازم يكتابه ويتاني المحكمة الكبرى، لكن قبل البشر تعرض قضية فاطمة الزهراء، قضية فاطمة الزهراء. قضية الشغلة تملك السماوات، محورها ضلع خد وطفل مرات. القضية الشغلة تملك السماوات، محورها ضلع خد وطفل مات. كل الأدلة قائمة، جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب. صوتك صوتك جاوب. باكر باكر محكمة يبدي سؤال المحكمة، جاوب يا قاتل جاوب. إلى خادم الحسين الشاعر عبد اللطيف خالدي. نفخ بالصور إسرافي على اللي الباري بأمره، القيامة قامت.
قلوب الناس كلها عند من حشرة كل من لازم يتعب ويتعلي المحكمة الكبرى لكن غيب للبشر تعرض قضية فاطمة قضية فاطمة قضية شغلة لايك السماء محورها ضلع خد وطفل القضية الشغلة تملك السماء محورها ضلع خد وطفل مايات كل الأدلة قائمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب يبدي سؤال جاوب يا قاتل فاطمة جاوب تبدي المحكمة ونسمع سؤالي حير القلب باب الزهرة باب الله شلون اتجرأت عالباب شلون باب الزهرة باب الله شلون اتجرأت عالباب حتى بليس يا مجرم عن هذا الفعل مرتب الجنة الدار بس عجبة نشم بالجنة هالعطاب نشم بالجنة نفس النار تشهد هي ضدك بتابوتك تجي وذوب جلدك نفس النار تشهد هي ضدك بتابوتك تجي وذوب جلدك قبل الحبس بالحاطمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب هلا باكر محكمة رب البرية تلعب فيها نفسها بالزجية باكر محكمة رب البرية تلعب فيها نفسها بالزجية يبدي سؤال المحكمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب تبدي المحكمة ونسمع سؤالي حير القلب باب الزهرة باب الله شلون اتجرأت عالباب حتى بليس يا مجرم عن هذا الفعل مرتع جنة دار بس عجبة نشم بالجنة هالعطاب نفس النار تشهد هي ضدك بتابوتك تجي وذوب جلدك نفس النار تشهد هي ضدك بتابوتك تجي وذوب جلدك قبل الحبس بالحاطمة جاوب يا قاتل جاوب رب
البرية تعرض بها مسار السجية. هلا يا باكر محكمة راوي البرية تعرض بها مسار السجية. يبدي سؤال صوتك صوتك ما سامع محمد قال تنقل عنه هي الصحبة حرمة مؤمني على الله أشد من حرمة الكعبة جدام الزكية. ليش علي بيحبالك تسحبه ولا راعت حق الله حقوقا لذوي القربة حقوقا وراكم فاطمة يسحر قلوبنا عبدك ليش رجعته وضرب وراكم فاطمة يسحر قلوب عبدك ليش رجعته وضرب الهاي الكفوف اللاطمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب 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 باكر محكمة رب البرية تعرض بها مسار السجية باكر محكمة رب البرية تعرض بها مسار السجية. ايه يبدي سؤال المحكمة خادم خادم ايجا ما سامع محمد قال تنقل عنه الصحبة حرمة مؤمني على الله أشد من حرمة الكعبة جدام الزكية. ليش علي بحبالك تسحب ولا راعت حق الله حقوق على ذوي القربة وراكم فاطمة يسعر قلبها عبدك ليش رجعته وضرب وراكم فاطمة يسعر قلب عبدك ليش رجعته وضرب هاي الكفوف اللاطمة جاوب يا قاتل جاوب جاوب باكر محكمة البرية تاج راسي ابو عبد الرضا سؤال المحكمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب جاوب شهود عليك بمري الدار أول شاهد فيض يا مجرم نريد جواب تبريرك لنا تعرض تبريرك لنا وقفت بباب ذيك اللي الباري يرضى لو ترضى رفستها اللي يا سبب حجي وضلعها برجلك ترضى صدري انت كسرت وهشمت س
صدري انت كسرت وغشمت، الله مخلي بي سر وحكمت بهذا المقام تعلمه. جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب صوتك جا هلا باكر محكمة رب البري تعرض بها مأساة الزكية، باكر محكمة رب البري معيدي هلا تعرض بها مأساة الزكية. يبدي سؤال جاوب شهود عليك بمري الدار اول شاهد فض يا مجرم نريد جواب تبريرك لنا تعرضه وقفت يباب ذيك الليل باري يرضى لو ترضى رفستها ليا سبب حكي وضلعها برجلك ترضى صدري اللي انت كسرته وشمته الله مخلي بي سره وحكمته صدري اللي انت كسرته وشمته الله مخلي بي سره وحكمته بهذا المقام اللي تحلمه. جاوب يا قاتل فاطمة، جاوب باكر محكمة سؤال المحكمة جاوب يا قاتل فاطمة المجرم من سقر يسمع قضيته وينصت الجرمة آخر بند بالدعوة طفلها الغارق بدمه محسن وردة تغل البيت فرع من شجرة العصمة ليش تخنق خلف الباب تفجع يا نذي الأمة بيا ديني وشريع جرم الفعلتي ساكت ما تجاوب يلذبحته بيا دين النبي بيا دين وشريع جرم الفعل ساكت ما تجاوب يذبحت بعينك يا ريت انا العمى جاوب يا قاتل فاطمة جاوب لا تتعب باكر باكر مجرم من سقر يسمع قضيته وينصت الجرمة آخر بند بالدعوة
الطفل هاي الغارق بدمه محسن وردته للبيت فرع من شجرة العصمة ليش تخنق خلف الباب تفجع يا نذي الأمة يا دين وشريع جرم الفعلته ساكت ما تجاوب يا ذبحته بيا دين وشريع جرم الفعلته ساكت ما تجاوب يا الذبح بعينك يا ريت انا العمى جاوب يا قاتل فاطمة ختام المحكمة القهار يقرر حكمك ووضعك القصاصي تشوفك كل الناس أبكم ما حد يسمعك أبكم يجروك بسلاسل النار بسقر يا مجرم الدفعك عقابك يبتدي لما بجهنم ينكسر ضلعك حاشا الباري يترك هالقضية إلى أن ترضى هالبضعة الزكية حاشا الباري يترك هالقضية إلى أن ترضى هالبضعة الزكية ملعون من أهل السماء جاوب يا قاتل فاطمة جاوب عاشر محكمة قاضي البرية جاوب فيها مسار السجية عاشر محكمة قاضي البرية جاوب فيها يبدي سؤال المحكمة جاوب يا قاتل فاطمة جاوب بختام المحكمة القهار يقرر حكمك ووضعك القصاصي تشوفه كل الناس أبكم ما حد يسمعك يجروك بسلاسل النار بسقر يا مجرم الدفعك عقابك يبتدي لما جهنم ينكسر ضلعك حاشا الباري يترك هالقضية إلى أن ترضى هالبضعة الزكية حاشا الباري يترك هالقضية إلى أن ترضى هالبضعة الزكية ملعون من أهل السماء جاوب يا قاتل فاطمة جاوب باكر
ايه يبدي سؤال المحكمة.